الرحمن الرحيم. أعزائي، نستكمل حلقاتنا في إطار ما تحدثنا عنه في حلقاتنا السابقة بشأن حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، وذلك في إطار القانون رقم 116 لسنة 83 المعدل للقانون رقم 53 لسنة 66، والذي أكد على أن الرقعة الزراعية في مصر مصونة لا تمس، وعلى ضرورة الحفاظ على الأرض الزراعية وخصوبتها وزيادة إنتاجيتها حفاظا على الأمن الغذائي للشعب المصري كله، وفقا لما ذكرناه في حلقاتنا السابقة، رجعوها للأهمية. أعزائي، وحلقة اليوم إن شاء الله نتناول الحدث الخطير بعد الجرائم التي تناولناها بشأن جرائم الزراعة. نتناول اليوم حلقة خطيرة، وهي جريمة البناء على الأرض الزراعية، وذلك حيث ورد نص المادة 152 من القانون سالف الذكر على أنه يحظر إقامة أي مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مباني عليها. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر: 1- الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/12 لسنة 81، مع عدم الاعتداد بأي التعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء. 2- الأراضي الداخلة في الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. 3- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة. 4- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة. 5- الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند 3، يشترط اللي هي الحالة المنصوص عليها في بند الاستثناءات الخمسة، عندنا 5 استثناءات. احنا قلنا في نص المادة 152 يعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، يستثنى من هذا الحظر 5 استثناءات. وفيما عدا الاستثناء الثالث اللي هو الأراضي اللي بتقوم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام، فيما عدا هذا الاستثناء يشترط في الحالات المشار إليها جميعا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أي مباني أو منشآت أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات من هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير. يبقى عندنا 4 حالات يصرح فيها بالبناء على قطع الأراضي البور اللي داخل الرقعة الزراعية، بيصرح في 4 حالات: الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة في 1/12/81، الأراضي الداخلة في الحيز العمراني للقرى، الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكن خاص به أو يقيم عليها أي مبنى لخدمة الأرض الزراعية.
الأربع حالات دول يصرح فيهم، ولكن لابد من ترخيص من المحافظ المختص اللي تقع في دائرته هذه الأرض. أما الحالة الثالثة، الحالة التي بتقوم فيها المشروعات، الحكومة بتقوم فيها مشروعات ذات نفع عام، فدي بتصدر بموافقة وزير الزراعة فقط وليس بترخيص محافظة، لأن الحالات الأربعة التانيين بيقومهم الأشخاص أو الأفراد تحتاج ترخيص. أما الحالة الثالثة اللي بنقول عليها من هذه الاستثناءات هي الحكومة اللي بتنشئ المشروعات، ولذلك يصرح بقى من الوزير مباشرة، يعني من الحكومة للحكومة. وفي إطار نص المادة 152 من القانون، حيث أوردت الحظر القانوني في البناء على الأراضي الزراعية ووضعت على ذلك 5 استثناءات واردة في نص المادة اللي احنا شرحناهم دلوقتي، وهذا وقابل القانون تلك المحظورات في جريمة البناء على الأرض الزراعية بالمادة 156. يعني القانون جرم في نص المادة 152 البناء على الأرض الزراعية، وعمل استثناء في الأماكن المبارة داخل الرقعة الزراعية، عمل الاستثناءات اللي شرحناها من شوية، وجاء في المادة 156 وفرض العقوبة على مخالفة محظورات المادة 152. وقال إيه بقى؟ كل من ارتكب أي من أفعال جريمة المادة 152 نص على العقوبة فيها، وقال يعاقب على مخالفة أي من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 50,000 جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، وذلك وفق مبدأ الجريمة مستمرة وفي كل مرحلة من مراحل ارتكابها أو كل خطوة في ذلك تتعدد العقوبة. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر، هنركز في دي شوية كده، يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة، هذا العقوبة التبعية يبقى بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوة وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وتتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقام بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 82 بإصدار قانون التخطيط العمراني لها، إلا إذا كان المباني كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني. يعني إحنا عددنا في المادة 156 العقاب على جريمة المادة 152 وهي البناء على الأرض الزراعية، وفرضت المادة 156 عقوبة أصلية وهي الحبس والغرامة من 10,000 إلى 50,000، وفرضت عقوبة تبعية وهي الإزالة. عشان كده لما قلنا في حلقات سابقة وإحنا بنتناول مناقشة قانون 17 لسنة 2019 المعدل 1/2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء، قلنا إن هناك قرار إداري موازي لعقوبة المحكمة في الجنحة، جنحة التبوير أو جنحة المباني أو التشوين أو التجريف أو أي عقوبة أو جريمة من هذه الجرائم والعقوبة المفروض عليها، هناك قرار إداري موازي برد الشيء لأصله أو إعادة المخالفة للمكان المخالف أو رد الشيء لأصله على نفقة كل طرق رد الشيء لأصله بقرار موازي من وزارة الزراعة يكون على نفقة المخالف مع إزالة أسباب المخالفة. دي قرار إداري ملوش علاقة بالمحكمة. عشان كده ما بقول إيه لما قلت في حلقة سابقة قبل كده إن البراءة لا تعفيك، لأن البراءة على عناصر الاتهام، ولكن الاتهام ذاته لصيق
بالأرض أو بالمكان اللي أنت أوقعت عليه الجريمة المخالفة. أعزائي، تناولنا بذلك محظورات المادة 152 والعرض على تلك المحظورات من استثناءات وما قابلته المادة 156 لهذه المحظورات بعقوبات، وذلك كله في إطار أحكام القانون 116 لسنة 83 المعدل للقانون 53 لسنة 66 بشأن حماية الرقعة الزراعية وعدم المساس بها والحفاظ على خصوبتها حماية للمصلحة العامة في المحافظة على مستوى الأمن الغذائي للشعب. أعزائي، بكده نكون قد تناولنا محاظير قانون الزراعة والعقوبات الواردة على ارتكاب تلك المحظورات وإزالة أسباب المخالفة وعقاب المخالف في صور العقوبات الواردة في الجرائم التي ارتكبت على الأراضي الزراعية كما وردت في نصوص المواد 150-151-152 من القانون.